تدري إن في هذه المعركة تشكل جبريل عليه السلام على شكل رجل؟ إيه نعم، جبريل عليه السلام تشكل على شكل رجل. واحد من الصحابة انجرح جرح كبير، كان جرح قاتل، بس رفع يديه لله سبحانه وتعالى فالتأم الجرح أمام عيون الحضور كله. في هذه المعركة كانوا المسلمين بيموتون من الجوع والبرد، والنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت يبشرهم بفتح بلاد الفرس واليمن، مع أن الصحابة كانوا طايحين من البرد والجوع. وأرسل الله سبحانه وتعالى على المشركين جنود غير مرئيين بالعين المجردة، فقال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فمن هم هذول الجنود اللي ما حد شاف؟ وإيش صار على الصحابي اللي انجرح هذا الجرح الكبير؟ كيف كان شكل جبريل عليه السلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين. كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير، أموركم إن شاء الله طيب. اليوم راح نستكمل قصة معركة الخندق، فإذا ما شفت المقطع الأول أو الجزء الأول من هذه القصة أتمنى أنك تروح تشوف هذا الجزء عشان تكمل لك الصورة كاملة. روح شوف الجزء الأول وتعال كمل هذا المقطع عشان تفهم القصة كاملة وتربط الأحداث مع بعضها. خذ لك شيء تأكله ولا تنسى تتابعني على كل السوشيال ميديا، أكتب بس أنس أكشن وب بإذن الله العلي العظيم راح أطرع. من دون ما نطول بسم الله نبدأ. خلونا نرجع ورا شوية لبعد معركة بدر. شارك في معركة بدر رجل اسمه عمرو ابن عبد ود. هذا الرجل أصيب إصابات قوية في معركة بدر، وبسبب هذه الإصابات خلت آثار وعلامات واضحة في جسمه، صار يعرف بها جراح كثير في جسمه. إذا شافوا هذه الجراح والعلامات يعرفون بأن عمرو ابن عبد ود، وبسبب هذه الجروح والإصابات ما شارك في معركة أحد لأنها جروح كانت عميقة وقوية. الحين نرجع لمعركة الخندق. فبعد غدر بني قريظة أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، واللي كان سيد الأوس. فرح لهم سعد ابن معاذ وقال لهم: يا بني قريظة، كيفكم مع عهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: من هو محمد؟ ولا نعرف محمد، ولا نبغى يكون بيننا وبين محمد عهد ولا عقد، عهدنا معكم أنتم يا الأوس، أما محمد هذا دخيل عليه. سعد بن معاذ يسمع كلامهم هذا جاء في خاطره وزعل. قاموا بني قريظة يستثيرون سعد أكثر وأكثر، فبدأوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم. سبوا الرسول فقام سعد بن معاذ يسب فيه، وبدأوا يتبادلون الشتائم. فرجع سعد للنبي صلى الله عليه وسلم وكان زعلان، فقال: يا رسول الله، غدروا يا رسول الله بي، غدروا كغدر عضل والقار، اللي غدروا بخبيب رضي الله عنه في حادثة الرجيع اللي قد سوينا مقطع عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. بس بات المسلمين في ذيك الليلة وصحيوا على خبر فاجع. خرجوا المسلمين وأمامهم شيء ما صدقوا، فكانوا مجموعة كبيرة من المشركين أمامهم. تجاوزوا الخندق، لقيوا في هذا الخندق منبذ، فتجاوزوه بعض المشركين، وكان القائد على هذول المشركين رجل كان ملثم، بس كان في وجهه جراح، يعني ملثم وفي وجهه جراح. فقام علي رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: خلهم لي يا رسول الله، أنا لها يا رسول الله، خلهم لي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عمامته وسيفه ذو الفقة. فخرج علي رضي الله عنه مع مجموعة من الصحابة يتواجهون مع هذه المجموعة اللي تجاوزت الخندق. قال قائد المشركين للمسلمين: من فيكم يبارز؟ علي رضي الله عنه عرف هذا عمرو، هذه جراحة، هذا عمرو ابن عبد ود. فخرج علي رضي الله عنه وقال: يا عمرو، إنك قد عاهدت الله ألا يدعوك أحد من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذت منها. يعني عاهدت الله يا عمرو إنه إذا خيرك رجل من قريش بين خيارين إنك تختار واحد من الخيارات. قال عمرو لعلي: صدقت يا علي، فماذا عندك؟ قال علي: فإني أدعوك إلى الإسلام، فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فرد عليه عمرو: لا حاجة لي بذلك، أعطني غيره. فقال لعلي: أجل أقاتل. فقال عمرو: لما يا ابن أخي؟ والله ما أحب أن أقتلك. رد علي علي وقال: لكني والله أحب أن أقتلك. فاشتد الغضب في عمرو، فنزل من على خيله وارفع يده على الخيل واضرب خيله، قتل خيله. يعني ماني براجع، يا أرجع بخيلك أنت يا علي يا أنا ميت، يعني يا أقتلك يا تقتلني. فبدت المبارزة بين علي وعمرو، هذا يضرب وهذا يضرب، يتصارعون شوية ويتبارزون شوية، إلين طاح عمرو على الأرض وعلي فوق يطالع فيه. فما حب علي رضي الله عنه انه يقتله على الارض كذا، فانتظره الين يقوم. بس عمرو كان عنده خنجر، فطلع خنجره يبغى يطعن علي، بس علي انتبه له فقام عليه وضربه بالسيف
فإذا به جثة هامدة قتله علي رضي الله عنه. فجاهم رعب من الموقف هذا وانسحب بما أن عمرو قتل. فرجعوا من حيث أتوا وكثف المسلمين الحراسة على هذا المنفذ. صار المنفذ هذا الحراسة عليه مكثفة لأن ما يمديهم يكملون الحفرة الحين خلاص. فجلس سعد بن معاذ في هذيك المنطقة يحرسها، وكان سعد بن معاذ قائد على هذيك المنطقة والمنفذة. طبعا كانوا المسلمين مخيمين جهة الخندق، طبيعي لأن الجيش جهة الخندق، فكانوا بعيد عن المدينة شوي. والمدينة مليانة نساء وأطفال، وما في رجال مع النساء والأطفال هذولا، كل الرجال المحاربين عند الخندق يحرسون المدينة. فكانت عائشة رضي الله عنها في حصن من حصون المدينة، من أشد حصون المدينة حراس. كان الحصن اسمه حصن بني حارثة، فكانت هي وأم سعد ابن معاذ اللي هو سيد الأوس. كانت أمه وعائشة رضي الله عنها جالسة مع بعض في هذا الحصن. فمر سعد بن معاذ وكان لابس دروع على جسده، بس الدروع هذه كانت قصيرة على سعد بن معاذ، فكانت يديه وذراعه طالع، ما كان ذراعه عليه حماية وعليه دروع، فكانت ذراعه مكشوف بسبب ان الدرع كان صغير عليه. تقول عائشة رضي الله عنها لأم سعد بن معاذ: يا أم سعد، والله لوددت أن درع ولدك أصبغ مما هو عليه، يعني أطول شوي عشان يغطي الذراع كامل وما يكون الذراع مكشوف، يعني خوفا من عائشة رضي الله عنها على سعد بن معاذ. فأم سعد قالت توكلنا على الله يعني، وما أعطت الموضوع أهمية كبيرة. ومرت الأيام، ومع القتال والجوع والصحابة انهلكوا من البرد والجوع والقتال، تعب شديد جدا. شاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن الصحابة انهلكوا من الجوع والتعب، وكيف أنهم اجتهدوا في القتال، فرحمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بكتاب، أمر بكتاب يرسله لغطفان فيه أن المسلمين يعطون غطفان ثلث ثمار المدينة على أنهم يرجعون غطفان، عشان يهون النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين الجهد هذا كله. فما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب حتى يستشير سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وكانوا من سادة المدينة لأن الثمار ثمار المدينة، فاستشارهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن معاذ: يا رسول الله، أمرا تحبه فنصنعه، أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به، أم شيئا تصنعه لنا يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل شيئا أصنعه لك، والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب رمتكم عن قوس واحد وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم شوكتهم إلى أمر ما. فقال لسعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرف، وهم لا يطمعون أن يأكلون منها ثمرة واحد إلا بيعا أو ضيافة، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا يا رسول الله؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينه. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على شور سعد بن معاذ وما أرسل الكتاب. المهم إن كانوا النساء في هذه الحصون وما كان معهم أي رجل، فبنو قريضة هنا بدوا يفكرون بفكرة شيطانية، والمدينة مليانة نساء المسلمين وأولادهم أطفال. قالوا خلونا نرسل واحد منا يشوف هل في المدينة من الرجال المحاربين، إذا بس فقط نساء يصير نحتل على المدينة، نتقدم شويتين يعني، نرسل واحد يتفقد لنا المكان قبل ما نهجم. وفعليا أرسلوا واحد من بني قريضة، فكانت صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها في حصن من حصون المدينة. تحكي صفية عن موقف كان مرعب بالنسبة لها، تقول: حنا كنا في الحصن إذا برجل من بني قريضة يطوف حول الحصن وكأنه يشوف هل في رجال أو لا، وكان يطوف في المدينة. تقول صفية: فعرفت بأنهم غدروا، وهذا والله جاي يتفقد إذا فيه رجال محاربين أو لا، ويقول بأنه ما في في المدينة رجال، فكان لازم أن أحد ينزل الحين يقتله عشان ما يرجع ويخافون بني قريضة يعرفون أنه قتل. وما كان في الحصن كامل إلا حسان بن ثابت رضي الله عنه، وحسان بن ثابت ذاك الوقت كان كبير في السن ومريض تعبان. فتقول صفية: ما كان فيه إلا حسان، وحسان مريض ما يقدر يقوم. تقول: فاحتجزت، يعني ربطت خصر، ثم أخذت عمودا بيدي، ثم نزلت من الحصن إلى هذا الرجل اللي من بني قريضة، فإذا به يتربص قاعد يدور يشوف يراكب. تقول صفية: فتحاملت عليه بالعمود فضربته، فإذا به جثة، فقتلته صفية رضي الله عنها. فخافت بني قريضة يوم شافوا الأمر زي كذا وتراجعوا. يوم ما رجع لهم هذا الرجل عرفوا بأن فيه رجال، وما كان في أحد، هي فقط صفية رضي الله عنها قتلت. يوم وصل الصحابة
مرحلة شديدة من البرد والجوع والحصار، وهم في أشد حالات التعب، وكان الصحابة على الخندق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشوفهم يراقبهم، يرمون المشركين بالسهام ويحمون الخندق بشكل عام. وكان سعد بن معاذ من اللي يحاربون، وكانوا على الخندق. وكان من المشركين الرجل من بني عامر اسمه قيس ابن العريق. كان قيس هذا عينه على سعد بن معاذ، يعرف أنه سيد الأوس، فرمى سهم على سعد بن معاذ، فدخل السهم هذا في يد سعد بن معاذ في المنطقة اللي كانت عائشة رضي الله عنها خايفة على سعد من هذه المنطقة. فدخل السهم في يد سعد بن معاذ فقطع أوتار اليد، وبدأ الدم ينزف بشكل كبير لأنه وريد. في يوم شاف قيس أنه أصاب سعد بن معاذ قال خذها مني وأنا ابن العريق. رد علي سعد وهو يتألم، عرق الله وجهك في النار، اللهم إن أبقيت من حرب قريش شيئا فابقني لها يا الله، فإنهم لا قوم أحب لي أن أقاتلهم من قوم آذوا رسولك يا الله وكذبوه وأخرجوه من دياره. الجرح كان ينزف بشده وبسرعة، وإذا كان الدم يخرج بالسرعة هذه يصير فيه هبوط في الضغط في دوخ الشخص بسرعة. فطاح سعد بن معاذ ونقلوه يسعفون، فجابوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم بحديدة كوى الجرح عشان يوقف النزيف، بس أن النزيف ما وقف، يكوي النبي صلى الله عليه وسلم فينتفخ الجرح فينفجر ويرجع الدم ينزف. ما فات، كوى النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بس الجرح ما وقف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسعفونه في خيمة الوحدة، فقال سعد بن معاذ هم ينقلونه، كانوا ينقلونه للخيمة، اللهم إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله الجرح هذا لي شهادة في سبيلك. النزيف يزيد والدم يخرج بشدة من سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأوشك سعد بن معاذ على الموت. بس كان في خاطر سعد بن معاذ شيء واحد، ما نسي سعد بن معاذ سب بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان قلبه مليان عليه. سعد بن معاذ مو خايف من الموت ولا الشهادة في سبيل الله، بس كان عنده طلب واحد من الله سبحانه وتعالى، فرفع يديه إلى السماء وقال يا الله، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فجأة إلا النزيف يوقف أمام عيون الحضور كله، الجرح التأم ووقف النزيف مع أنه كان ينزف بشدة، التأم الجرح في لحظات بسيطة. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سعد بن معاذ. كان في واحد من غطفان أسلم كان اسمه نعيم، فجاء لخيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوه الصحابة وقالوا لا تدخل الخيمة بسلاح. قال لهم أين رسول الله؟ يوم سمعوه قال رسول الله، قالوا أمسلم أنت؟ فقال لهم نعم، أتيت لأبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فدخله الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بالشهادتين وقال للنبي صلى الله عليه وسلم شوقي، قال يا رسول الله أنا أسلمت وما في أحد من غطفان ولا من قريش ولا أحد من المشركين يعلم بأني أسلمت، وإلى هذه اللحظة أقدر أدخل بين المشركين وأخرج، فعندي شور يا رسول الله، أنا رجل لي كلمة في قوم ومعروف بأني صادق، فإيش رأيك يا رسول الله أحدث بين بني قريظة والأحزاب فتنة؟ ما رفض النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة وقال له إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدع. انطلق هذا الرجل لبني قريظة، وكانوا يعرفون بني قريظة، كانوا يعرفون بصدق، وقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم، يعني تعرفون المودة اللي بيني وخاصة ما بيني وبينك. قالوا إي والله نعرفك يا نعيم، أنت رجل صادق وما عمرنا شفنا منك غدر. فقال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، المدينة هذه بلدكم وهذه دياركم، قريش الحين وغطفان إذا انهزموا بيرجعون لديارهم وبيوتهم، أما أنتم في المدينة فلو انسحبوا يا قريظة رجع عليكم محمد فأجلاكم أو قتلكم، والله ما أتيتكم إلا ناصحا. فقالوا يا نعيم وش نسوي؟ قال عندي لكم رأي، أرسلوا لقريش بأنكم لستم بمقاتلين معهم حتى ترهنون من أشرافهم وكبارهم، يعني من كبار قريش وغطفان من سادتهم، ترهنونهم عندكم فيصيرون هذول رهائن عندكم، مجرد ما ينسحبون قريش وغطفان ما يقدرون يرجعون، لازم يحاربون معكم مهما كان، فتصيرون أنتوا الحين عندكم مكسب. قالوا والله يا نعيم نعم الرأي، صدقت، نرسل الآن بعض الرسل إلى قريش ونطلب منهم رهائن الآن. فخرج نعيم من بني قريظة وانطلق بسرعة، انطلق للأحزاب، وأول ما وصل له سوى نفسه تعبان ومفجوع في نفس الوقت وكأن عنده أخبار سيئة، فاجتمعوا كبار القوم عليه، فقال نعيم اسمعون عندي لكم خبر. فقالوا اسلم يا نعيم ايش عندك؟ عسى خير. فقال نعيم قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمد. قالوا ايه يخلص ايش معك؟ قال جيتكم بخبر عظيم، بس اسمعوا الخبر هذا لا يطلع لأحد،
أبدا. وين طلع لا تقولون إنها مني. فقالوا يا نعيم اخلص علينا يا نعيم، والله ما يطلع حرف أبدا. بس إيش اللي حصل؟ قال بني قريظة، بني قريظة ندموا على اللي سووه من نقض العهد مع محمد، فأرسلوا له بأنهم ندمانين على اللي حصل. فقالوا له هل يرضيك يا محمد أن نأخذ من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم وكبار، فنعطيكهم يا محمد فتضرب أعناقهم ثم نكون معك. نعم يا محمد نكون معك على من بقي منهم فنستأصله، يعني نهزمهم ونقتلهم. وترى يا قريش ويا غطفان في الطريق الحين جايينكم بعض الرسل من بني قريظة بيطلبون منكم رهائن لا تعطونهم أبدا أبدا أبدا. قالوا عجيب، والله احتمالية كبيرة، يعني السيناريو إلى الحين زابط فعليا، واضح أنك صادق يا نعيم. وأول ما وصلوا هذول الرسل من بني قريظة قالوا يا قريش ويا غطفة نحن بني قريظة الحين في هذه اللحظة نقدر نقتل محمد الحين، بس احسب لنا لو أنه مو يوم السبت هذا وحرام علينا أن نقتل فيه كان قتلنا محمد، لكننا نخاف أن نقدم على قتله فتشردون يا قريش ويا غطفان وتخلونا لوحدنا في صفينا محمد كله. في الزبدة يا قريش ويا غطفان ما راح نحارب معكم إلين تعطونا رهائن من أشرافكم ومن كبار رجال. قالوا إيه والله إيه تبغون رجالنا حنا يعني إيه تبغون رهائن إيه. فاجتمعوا قريش وغطفان مع نفسهم وقالوا والله العظيم إن صدقنا صدقنا نعيم، والله ما كذب نعيم في كلامه. فرجعوا لهذول الرسل وقالوا لهم ارجعوا لقومكم وقولوا لهم بالذات بلطوا البحر، تعرفون البحر؟ بلطوا البحر ما في رهائن أبدا. انتهى الكلام وهذه الرسالة واللي بيننا وبين بني قريظة انتهى. قالوا الرسل أجل ما احنا معكم ولسنا محاربين معكم. وتكاسلت قريش وغطفان بعد ما سمعوا بأن بني قريظة تخاذلوا وتراجعوا. المهم ان اشتد الجوع والبرد ومرت الأيام والصحابة على هذا الحال، فكانوا الصحابة على الأرض طايحين من الجوع والبرد والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في آخر واقف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل مع الجوع الجوع والبرد والصحابة، يعني مثال واضح بأنهم مطرحين على الأرض يا. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف وعليه لحاف من صوف، فكان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه من الصحابة اللي طايحين على الأرض من الجوع والبرد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فيحكي حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه ويقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت لنا ويقول من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع أدخله الله الجنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوعده إنه إذا رح الحين إن رح يرجع، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. بس من تعب الصحابة رضي الله عنهم كانوا مطرحين على الأرض وما قدروا يقوموا. فيقول حذيفة ما قام أحد منا أبدا من هلكة الجوع والتعب. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم حويا من الليل، يعني جزء من الليل، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع التفت للصحابة وقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع، ويدعي له النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، يعني مو أي شيء. المهم إن ما في أحد من الصحابة قام تماما. يقول حذيفة بن اليمان فنادان النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لي مفر، خلاص دام نادى اسمي لازم أقوم لازم أطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعل ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. يقول حذيفة خرجت وأنا أرتجف من البرد وهل كان من الجوع، برد شديد وأرتجف أنا أنتفض جسمي كامل ينتفض. يقول فذهبت إلين وصلت عند الأحزاب فدخلت في القوم فرأى جنود الله سبحانه وتعالى. فيقول والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء، كل ما يشبون نار تطفأ وكل ما يحطون أكل ينكب. فأرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة من السماء تخوفهم وترعبهم، كانت خيامهم تتفكك وتتقلب ونارهم تطفأ وأكلهم يتكبكب على الأرض. المهم إنه يقول حذيفة وقفت فيهم وبينهم وهم في قلق، خاصة أبو سفيان قلقان قلق فظيع وخايف مو قادر ينام وكأن في شيء يخوف. قام أبو سفيان ينادي القوم يا معشر قريش لينظروا الرجل من جليسه من اللي جنبه، تأكدوا من اللي جنبكم، هذا من شدة خوفه وقلقه. يقول حذيفة أنا بينه ولو سألني اللي جنبي بنفضح. يقول فصرخت على اللي جنبي وأتهدده أمسك أقول له من أنت من أنت جاوبني بسرعة من أنت قبل ما يسألني أنا، لأن لو سألني أنا رحت فيها. في يوم سويت زي كده قال أنا فلان ابن فلان فكني بس. فما أحد سأل حذيفة ابن اليمان كان ذكي، يوم أنه بادر هو بالسؤال ما حد سأل. قال أبو سفيان يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بادر مقام، لقد هلك الكراع وخالفتنا بني قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره وبلغنا من هذا الريح
ما ترى والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل خلاص أنا أستسلم هنا اللي يبغى يلحقني يلحقني فركب أبو سفيان على بعيرة يقول حذيفة ابن اليمان كان قريب مرة مني والله كان بإمكاني فقط أرمي عليه بسهم ولا أذبحه لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرني بأني لا أحدث شيء يقول حذيفة رضي الله عنه رجعت وأنا أرجف من التعب والبرد فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على الأرض والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم واقف وكان على النبي صلى الله عليه وسلم زي اللحى في يوم حس النبي صلى الله عليه وسلم أن حذيفة ابن اليمان دخل أخذها النبي صلى الله عليه وسلم في لحافة ولحفه بطرف اللحاف وحذيفة ابن اليمان يرتجف من البرد فكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته حتى سلم هنا تقول هنيئا لحذيفة صدق خلص النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء شعر كيف أن قريش انسحبت وغطفان يوم سمعت بأن قريش انسحبت قاموا انسحبوا وحده. فحمد الله كثير وانتصر المسلمين بجند الله عز وجل ورجعوا المسلمين منتصرين إلى المدينة وكان وقتها ظهر ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حجر وجاء بحط سلاحه فدخل عليه جبريل عليه السلام فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل وكان جبريل متعجرا بعمامة من استبرق وراكب على بغل وعلى البغل قطيفة من ديباج فقال جبريل أو قد وضعت السلاح يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال جبريل عليه السلام فما وضعت الملائكة السلاح بعد إن الله عز وجل يأمرك يا محمد بالمسيرة إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم إلين هنا وصلنا لنهاية قصة معركة الخندق واللي بعد معركة الخندق أحداث جدا عظيمة واللي راح نذكرها بإذن الله الجمعة الجاية إلين هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.